من عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. نعم. إذا كانت الأيام أو أيام التشريق في منتصف هذين الشهرين ماذا يعمل؟ هل يصوم أو يفطر فيها؟ أيام التشريق جاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، فدل ذلك على أن هذه الأيام لا يصومها أحد إلا شخص لم يجد الهدي وقد وجب عليه هدي، إما هدي متعة أو هدي قران، ولم يصم قبل أيام التشريق، ففي هذه الحال يجوز يجب عليه الصوم في هذه الأيام الثلاثة. أما من عداه فإنه يجب عليه الفطر، أو قصدك يجب عليه الصوم من لم يجد هديا. أما من عداه من الناس من وجد هديا أو من لم يحج فإنه لا يصوم هذه الأيام لا تطوعا ولا قضاء لواجب، سواء كان قضاء رمضان أو قضاء شيء من الكفارات، سواء كانت الكفارات المتتابعة أو الكفارات غير المتتابعة، فإنه يجوز، فإنه يفطر ويواصل ما عليه من صوم، في ما إذا كان عليه صوم تتابع يواصل بعد قضاء بعد فطره من اليوم يوم العيد واليوم اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيبتدئ صيامه تكملة لما مضى من الرابع عشر.